في منظور خاوتها تشرفي سيدي هذه خدمتنا اخو ودرنا لك شي حاجه ضربوني ضربوني تحدوا عليها الحمد لله ضربوه ضربناه هاك التجديد ديالنا مليح خلاص صحه مليح يا شي عضو دابا اجي تدخل تاع البحر في القانون راه تبدا على راسك حدا انت ماشي من شي بيصا صاحبي صاحبي طلق مني صاحبي سال على ها مش قيسنيش ها مش قيسنيش هيك حاسني مش قيسنيش راه ما عطينا لاكارت ديالك تكتبوا هذا الاسم هذا ماشي عضو صاحبي ماشي عضو ماشي عضو بغيت تدخل ماشي في اليوم نهار خاصه بالعمار امشي الله ماشي هذا الشيء راه الناس ديالكم اللي دايرين حنا راه سي فينا تاسع حنا بغينا الله يهديك حنا اللي كنزلوا بلا خوف بلا خوف انا بلا حاك زوين بعد والله يسر عليك ارخي يا بوا صاحبي لا 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 والله ما بلا شي مشكل كبير بين لي ما تدخلش شوف شوف انت راه واخا تدخل غادي تشوف هنا واه انا دابا دابا باغي تغوت شي من هنا ما تبقاش ما غاديش تغوت هنا الله يسهل عليك الله يسهل وحنا كنساعدو معاك انت صاحبي ماشي عضو ديال النقوقه صاحبي خويا انت 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 شاعر اخويا لا انا قبل بغي تدبس مع هذا الحلال هو ماشي عضو بغي تدبس معاه انا فاش كنت طبيعي اش بس خويا الله يخليك انا قلت لك عضو تفضل لا 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 غير شيان قاعده بغيت خويا صافي كيما ما تضحكش معنا حنا بعادين عليك ما تضحكش معنا خلي 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 من نفسك ما يمكنش اصاحبي راه مالك ماشي عضو هذا ماشي عضو قول لي جيب لي راسك واش دوزو الدراري ماشي عضو ماشي عضو هذا السيد هذا باغي يدخل يدير بنا كاع الاستقاله دابا حنا تعرض للعنف جينا كنتعرضوا وكاينا مهزله لدخل مهزله حنا اساسا كنغوتوا البارح باش ننتخبوا الامين العام ديال الحزب على حساب المؤتمرين ياك وملي جينا اليوم قال لك راه المجلس الوطني هما اللي غينتخبوا الحزب ياك والمشكل هو اننا سيدي كنتفاجئوا بعض الناس كيحبسونا قال شنو خلى الدخل مهزله هما غادي يفرضوا الامين العام ديال الفرض سمعت وتفرض بقانون بطريقه غير دستوريه وغير قانونيه سمعت وهاد الناس معانا معاهم مشكل انا شخصيا غادي نمشي نقدم الاستقاله ديالي المشكل كاين في الكواليس ما عرفناش حنايا ما كيوصلنا والو غير هما جايبين قال لك المؤتمرين يعمروا بهم الشقف ويديروا بهم الحمله وكذا وكذا هما غادي يختاروا بطريقه غير دستوريه وغير قانونيه سمعت وحنا راه غادي نديروا الطريقه القانونيه ديالنا نظر ديال شكون يكون المنتخب الجديد شكون المنتخب الجديد راه مفروض باين باين صافي غادي يكون وهبي وهبي اللي هو اللي غادي يكون وهو كاع انتخب قبل المؤتمر بعدا هو اللي مفروض سمعت وحنا راه ما غادي نسكتوش على هادشي بالنسبه للمعامله السيئه ديال هذا العمل الخاص اللي كنشوفهم كيديروا فيه دابا شنو هما التعنيف كيعنفونا وقله الاداب لا في الداخل في القاعه ديال سميتو الاكل ولا كلشي كلام نابي كاين 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 واخر كلام وكان قال لي عن لا عنده لا علاقه بالامن راه جاي كيتدخل بلطجه كيدير البلطجه وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.